ومشاهدينا الكرام، للمزيد من الاقتراب حول المشهد السياسي والاقتصادي في لبنان ينضم إلينا هاتفيا الكاتب والمحلل السياسي توفيق شومان. سيد توفيق، بعد التحية، خلاف جديد بين هذه المرة وبين الحكومة والبنك المركزي، وكل طرف يتمسك بموقفه، إلا يعني إلى ما سيؤول هذا الخلاف، وإلى أي تأثير على المواطن اللبناني الذي يعاني بالفعل من العديد من الأزمات المتتالية مؤخرا؟ أولا تحياتي إليك ولكل المشاهدين. يعني القرار الذي اتخذه حاكم المنطقة المركزي ليس قرارا ذاتيا، وبالتالي لا يستطيع حاكم البنك المركزي أو حاكم المنطقة المركزي أن يتخذ قرارا مصيريا وجهنميا من هذا النوع. يعني قبل أن يصدر القرار يوم أمس ليلا كان رياض سلامي حاكم المنطقة المركزي مجتمعا في القصر الجمهوري برئاسه، يعني في اجتماع مجلس الاعلى للدفاع برئاسه العماد ميشيل عون، يعني برئاسه رئيس الجمهوريه، وتم اخذ الضوء الاخضر من هناك. مساله رفع الدعم مساله قرار سياسي في لبنان، لكن الحديث او النقاش يمكن ان يدور حول التلقيح، لان البعض كان يعتبر او كل القوى السياسيه تعتبر لان هذا الدعم عن كل المواد الغذائيه والطبيه وايضا مواد المحروقات يجب ان يرفع الدعم عنها، ولكن يجب ان يرفقها البطاقه التمويليه، يعني اعطاء فئات معينه من اللبنانيين بطاقه بسعر حوالي 80 دولار تقريبا او 76 دولار بالتحديد شهريا. لكن النقاش انه هذا القرار جاء قبل اصدار البطاقه او قبل عمليه تنفيذ البطاقه التمويليه، هي اقرت في مجلس النواب واقرت ايضا في مجلس الوزراء، يبقى العبرة بالتنفيذ. فاذا قرار رفع الدعم هو قرار سياسي، يعني يا سلامي ليس هو حاكم البلد وليس هو رئيس البلد، هناك قوى سياسيه متحكمه صحيح. البلد هو اخذ الضوء الاخضر منها. الان كل الذي يجري الان من عمليه رفض يعني هي عمليه توظيف سياسي، وبالتالي انه عمليه هجوم على رياض سلامي، في حين ان الذين او ان الذين معظم الذين يهاجمونه هم يؤيدون هذا القرار، هذا كل ما في الامر. نحن الان امام شعارات سياسيه وامام خطابات سياسيه من اجل زيادة شعبية بعض الدول صحيح، لا أكثر ولا أقل. نعم سيد توفيق، على هذا الذكر السيد جبران باسيل دعا أنصاره إلى الاستعداد للاحتشاد، والرئيس عون والسيد حسان دياب حذرا من تداعيات هذا القرار. هل تتوقعون انفجارا في الشارع اللبناني، أم سيكون هناك استيعابا لكل مثل هذه القرارات التي اتخذت في توقيت يعني سياسي مختلف أو توقيت له ظروف مختلفة بكل المقاييس؟ هلا يعني هو الذي يمكن ان يتم اللجوء الان اليه ان يثار الى تاجيل عمليه تنفيذ القرار. بالتالي البطاقه التمويليه، وانا اعتقد بانه الان هي مرحله اختبار ومرحله امتحان، على اي حال الشارع منتظر من الجنوب الى الشمال ومن البطاقه الى الساحل. واليوم عشرات الطرق الرئيسيه تم قطعها، والان يوجد احتجاجات في العديد في العشرات من المناطق اللبنانيه. لكن بالنسبه لكلام الوزير جبران باسيل لا يخرج عن الاطار الشعبوي. بالتالي كان رئيس الجمهوريه وهو الاب الروحي عن الفيض امس، وسال الرئيس رئيس الجمهوريه بحسب ما نقلت بعض وسائل الاعلام اليوم، رئيس الجمهوريه سال حاكم المقصف المركزي قال سلامي اذا تم رفع الدعم عن البنزين كم تصبح تنكه البنزين؟ هذا المتعارف في لبنان عن 20 لتر بنزين كم يصبح؟ قال له 245000 ليره حسيا، قال ذلك يعني رياض السلامي. بعد ذلك قال له الرئيس هون الان انتهى دورك وبامكانك ان تخرج من الاجتماع. خرج من الاجتماع واصدر القرار، ويعني الرئيس حسان دياب امس لم يحضر لانه كان يعرف تماما بان قرارا سوف يؤخذ، علما بان جلسه مجلس الدفاع الاعلى يجب ان يكون حاضر فيها رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي اصلا صحيح. سيد توفيق، نعم أشكرك على هذه المداخلة وهذا التوضيح، السيد توفيق شومان الكاتب والمحلل السياسي من لبنان.